حديث عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع، قال إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر. هذه الجملة أفادتنا بعدة فوائد. الفائدة الأولى أن القنوت لا يكون إلا بعد الرفع من الركوع، ولكن جاءت السنة في حديث الحسن الألباني رحمه الله من أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قنت قبل الركوع، فدل على جواز الأمرين وأن السنة أن يطبق هذا مرة وذلك مرة أخرى. الفائدة الثانية أن القنوت لا يكون إلا في الركعة الأخيرة، فإن كانت الصلاة صلاة فجر ففي الركعة الثانية، وإن كانت الصلاة صلاة ظهر أو عصر أو عشاء ففي الركعة الرابعة، وإن كانت الصلاة صلاة مغرب ففي الركعة الثالثة. الفائدة الثالثة أن قوله من الفجر فيه تأكيد لما ذهب إليه بعض العلماء من تأكيد سنية القنوت في الفجر، وذلك للتأكيد على ذلك في هذا الحديث، لكن السنة جاءت بقنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فائدة الرابعة أن هذا القنوت ليس قنوتا مجردا عن سبب، وإنما هو قنوت مبني على سبب. ما هو هذا السبب؟ وجود نازلة نزلت بالمستضعفين المسلمين في مكة، إذ كان هؤلاء المستضعفون يعتدى عليهم من قبل بعض الكفار. ومن ثم فإن القنوت، وهي الفائدة الخامسة، القنوت هنا قنوت في الفرائض، لأنه